السلام عليكم طلابنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نباشر شرح مواضيع قواعد الوحدة الثانية، ونبلش بموضوع آخر اللي هو موضوع الـ Give Advice. الـ Give Advice طلاب هو موضوع إعطاء النصيحة. طبعا أنت لازم حافظ الاسم مالته، لأنه يجيك بالامتحان الوزاري. شوف لي هذول الصياغ: Give Advice, Give an Advice, You should or shouldn't to give advice. فأنت هنا لازم حافظ الاسم مالته. شنو اسمه؟ give advice، اعطاء نصيحة. خلي اكتبها لكم: اعطاء نصيحة. تبع عليه يا طلاب. لهذا الموضوع قاعدة، فقاعدته you should او you shouldn't زائد فعل مجرد تكملة ونقطة بالاخير. اليو معناته انتم تعرفونها، انت، زين. وشود يجب، زين. You shouldn't شنو معناته؟ أنت shouldn't، لا يجب، تمام إن شاء الله، زين. إذا كان شيء إيجابي، إذا كان شيء إيجابي فأستخدم له you should، يعني أقول له أنت يجب. You should study hard، أنت يجب أن تدرس بجد. You should مثلا swim at 7 o'clock مثلا، على سبيل المثال يعني. فنجي لهذول الجمل. طلاب خل اقول لكم ملخص الموضوع كله. هذا الموضوع يعني حال باقي المواضيع السهله اللي هو ما تطول عليه ان شاء الله بالامتحان الوزاري، فتره المراجعه 5 دقائق بس، تحفظ القاعده والاسم مالته وتضبط لي بس هذول الجمل. هذول الجمل اللي اجوا وزاريات على الاطلاق، زين، ان شاء الله مفهومه. اجي هذا الموضوع 10 مرات في الامتحان الوزاري، هاي الجمله اجت 8 مرات، هاي الجملة وهاي الجملة فقط لا غير. اتحداكم اذا طلعوا لي جملة غير هذولي جايين من 2014 الى 2024 الدور الثالث، زين. تبع علي، شوف لي: keep your passport in a safe place. ايش قايل لك هنا بين قوسين؟ قايل لكم give advice. what's the meaning of give advice؟ شنو معنى give advice؟ معناته شنو؟ اعطى نصيحة، زين. نجي هنا: keep your passport. passport معناته جواز السفر. اكتبها هاي الجملة يا أخي، هاي مكررة 8 مرات مكررة، واضح إن شاء الله. فقال لك keep your passport in a safe place، ضع جواز سفرك في مكان آمن. فما دام لقيت كلمة passport، شنو معنى passport؟ معناته جواز السفر. فش أقول له؟ أقول له يابا you should، أنت يجب، ها، واضح إن شاء الله. keep وأنزل الجملة كلها، واضح إن شاء الله. keep your password and safe place. يقول أستاذ وين ألقى الفعل؟ مو عندي قاعدة you shouldn't you should you should you shouldn't وراهم فعل مجرد. الفعل راح تلقاه بداية الجملة، هذا الفعل، واضح إن شاء الله. كل الجمل الوزارية اللي إجت بالبداية موجود الفعل، زين. leave keys in the drawers put put تخلي المفاتيح بهاي السندانه مالت الورد. هل تشوفون هذا الشيء صحيح؟ يعني اكو ناس يطلع من البيت يخلي المفاتيح بالسندانه مالت الورد او بالصناديق الموجوده بالباب، حتى يجي اللص ياخذ يفتح الباب وبراحته، زين، ويبوق الشغلات ويرجع المفتاح المكان. فهنا ما يصير، زين. الجمله اللي بيها كيس مفاتيح، ها، شو اقول له؟ اقول لهم يابا ما يصير يو شودنت، أنت لا يجب. leave، تترك الكيز المفاتيح in the drawer sport. sorry. so study your exam in your room. زين، تعال شوف لي، شوف الصيغة إيش قايل لك. use، يربالكم should و shouldn't ما تجي بس موضوع الإعطاء النصيحة، ها، يربالكم تجي موضوع التوقع. زين، هنا to give advice، لإعطاء نصيحة. ما دام ذكر لكم give advice، إذا الموضوع أعطاء نصيحة. زين، نجي هنا study، دراسة. شو تشوفون؟ شيء إيجابي لو سلبي؟ ها، شو تقولون؟ طبعا إيجابي. فش أقول له؟ you should، أنت يجب. study your exam in your room، أنت يجب أن تدرس امتحانك في غرفتك. زين، انتبه علي يا طلاب. هسه هذول الجمل هم الوزاريات وهم اللي اجوا الوزارية. اما انت تقول لي استاذ اذا غيرهم كذا، اخي العزيز، زين، طلاب الاعزاء، طالبات العزيزات،
هذا الموضوع هو حاليا جاي يجي بس هذول الجمل. هاي اكثر جمله، جمله الباسبورت انت يجب، جمله المفاتيح يو شودنت سوري، احنا شودنت زين، جمله الاستدي الدراسه ها يو شود زين، منو لاحظها هاي شودنت، يلا اوكي تمام زين، جمله الدراسه يو شود انت يجب، مفاتيح لا يجب، باسبورت انت يجب ان تضع جواز سفرك، سيف بليس معناته مكان امن، اوكي زين. هذول الجمل اللي يجوا، جمل متوقعينهم يجون يعني زين، فهذول الجمل لم ترد في الامتحان الوزاري زين. انتبه لي، شوف لي هاي الجمله، smoke anywhere at school or you'll be dismissed، تدخن باي مكان بالمدرسه. هسه انت او انت من تشوف كلمه smoke تحت القضيه شغل له، اقول له يا ابي you shouldn't تمام ان شاء الله، وانزل التكمله لا تنسى، يو شودنت تحفظها كتابه تمام، ما يصير تبقيها هيك يعني تكتب شود بكيفك، احفظها زين. ليف كيس جمله المفاتيح، دائما خلي بالك المفاتيح شغل تحذير، يو شودنت ما يصير تخلي المفاتيح في سله او صندانه، العفو صندانه الورود، يو شودنت ليف كيس ذا فلور بوت. هسه جمله التدخين يو شودنت تمام، جملة المفاتيح هماتين يو شودنت زين. تيل سترينجرز، سترينجرز ترجمها معناتها شنو؟ غرباء، تخبر الغرباء when you are going out، يعني انت من تريد تطلع من البيت تقول للناس المول بالشارع، يعني وين ما كان شوف لك واحد يقول لهم انا طلعت من البيت او كذا، فش ما يصير هنا انا شغل اقول له يو شودنت، اكتب يو شودنت وانزلها للجملة كاملة زين. Have your baggage with you، تأخذ الحقائب وياك، يعني الحقائب تأخذها وياك، شو تشوف يعني انت رايح بسفرة او رحلة، فشو تقول له؟ تقول له يا ابا you should have your baggage with you، وانزلها للتكملة. واضح ان شاء الله؟ انتبه علي، مراجعة سريعة لهذا الموضوع اللخص كلش، احفظ لي اذا تريدون تضبطونه، احفظ الاسم مالته زين، احفظ لي القاعده مالته، حفظي لي القاعده مالته زين. جمله الباسبورت تمام، جمله الاستدي الدراسه اقولهم يو شود، جمله الكيس حتى كل الاسئله الوزاريه تحلها، جمله الكيس يو شودنت، انتهت الاسئله الوزاريه كلها على الاطلاق، 10 اسئله هذول 8 وهاي وحده وهاي وحده، انتهت الاسئله الوزاريه كلها 10 سنوات اجت 10 مرات بس زين. جمل لم ترد في الوزاري، هذول ما اجوا بالوزاري، جمله السموك والكيز والسترينجرز هنا انا عزلتهم لك زين، هذول كلهم شودنت، كلهم شنو؟ شودنت، استخدم شودنت زين. هاف يور باجج وذ يو، تاخذ الحقائب، هسه احفظها لك كلمه باجج، باجج حقائب، هاف يور باجج وذ يو، تاخذ الحقائب مالتك وياك زين. والحمد لله شكر، خلاص الموضوع، نلتقي بكم مواضيع ثانية إن شاء الله، وإن شاء الله نغطي جميع الأسئلة الوزارية، نشوفكم بخير إن شاء الله.